شمال العبيدي ايقاع بطيء رتبه كسرها الهدف الوحيد لحد الساعه لصالح فريق حسن تكادير عن طريق خالد البهيج بتسديده قويه نتابع المحاولات وفكر حسن جمال العبيدي يراوغ يمرر البهيج بمفرده يسدد الكره في عمق الشباك شباك فهد او زهير العروبي وبالتالي الهدف الاول فريق حسن اكادير وشباك زهير العروبي يتحرك اللحظه بهدف خالد البهيج فرحه مستحقه